السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أمنية المسيري، وإن شاء الله النهاردة مع بعض هناخد محاضرة فيها جزئين. أول جزء عندي هو Reticular Formation، وتاني جزء هو Reticular Activating System. فأول جزء هنبتدي معانا والReticular Formation، هنتكلم فيه إن احنا نعرف في الأول إيه هو Reticular Formation، وظيفته بالنسبة لنا إيه، والمكان بتاعه فين. الReticular Formation ما هو إلا مناطق Anatomical Areas موجودة في منطقة البرين ستيم، فيها كذا منطقة متفرقة في البرين ستيم وليها كذا نيورونز. وكمان مش بس هي مناطق اناتوميكال، هي كمان ليها دور انها بتديني بعض النيورو موديليترز، يعني بتديني نيورو ترانسميترز او بتديني كيميكال نيورون سبستنس بتأدي لي وظائف كتيرة جدا. طيب لو جينا تعرفنا كده على اول وظيفة منها، اول حاجة ان هي بتساعدني ان احنا نغير او نعدل في المسل تون ريفلكسز والبوتشر، يعني تغير في وضعية جسمك والمسل تون، الدرجة اللي بتكون عندها المسل في الوضع كأنها سيمي ريلاكسد سيمي كونتراكتد، زي العضلات اللي بتخلينا نفضل واقفين طول الوقت اللي هي عضلات الجذع والظهر. العضلات دي على طول فيها تون عشان تفضل محافظة لك على الوضع بتاعك. تاني حاجة الكنترولينج اوف جاز. كنترولينج اوف جاز يعني ايه؟ الحركة بتاعت الاي موفمنت، ان المفروض التو ايز يتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه بتزامن، يعني عينيك الاثنين يبصوا يمين او يبصوا شمال او فوق او تحت، دي بتحتاج لتناسق ما بين التو ايز، وهنا اللي بيتحكم فيها هي الريتيكولار فورميشن. كمان حاجه ان هي بتنظم لك بعض الاوتونوميكال فانكشن، هنعرفهم بالتحديد ونعرف بتنظمهم ازاي. رابع حاجه وهي البين موديوليشن، بتعدل في البين. يعني ايه تعدل في البين؟ هنفهمها واحنا بناخد الستيجز بتاعه الريتيكولار فورميشن او الفانكشنز بتاعتها. واهم فانكشن عندي اللي هي الكونشسنس او الراس، ودي الجزء الثاني من المحاضره اللي هي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. فلو جينا الاول جزء معانا كده، اول حاجه ان هي بتعدل في المسل تون والبوتشر، ده عن طريق حاجتين. اول حاجه الميديا ريتيكولار سباينال تراكت واللاترال ريتيكولار سباينال تراكت. نفهم التو تراكس دول، كانوا ايه؟ عباره عن تراكتس من الديسندنج تراكتس، التراكتس اللي كانت الوظائف بتاعتها موتور، اللي هي كانت بتحرك لك العضلات، تعمل لك الموفمنت المختلفه، تحافظ لك على البوستشر والتون وغيرها كتير. فانت عندك تو تراكتس، ميديال ريتيكولار سباينال واللاترال ريتيكولار سباينال، كل واحد منهم ليه اوريجين مختلف عن التاني. اول حاجه الميديال ده فاسيليتاتوري، لو حبينا نفتكرها ميديال ام منشط، ام الميديال بينشط لك المسلز، ده فاسيليتاتوري. طب الجزء بتاعه موجود فين؟ في البونتاين ريتيكولار فورميشن، في البونس. الفانكشن بتاعته ان هو بيسهل لك المسل تون. يعني ايه بيفاسيليتيت المسل تون؟ يعني بيزيد الباورفول بتاعه الكونتراكشن بتاعه المسل تون، او بيزيد قوه المسل فيها على وضع من الكونتراكشن نوت فولي كونتراكتد بس سيمي كونتراكتد، عشان تحافظ لك على وضع ظهرك او الجذع بتاعك في وضع مستقيم. او في الانتي جرافيتي مسل، ايه هما الانتي جرافيتي ماسلز؟ الماسلز المسؤوله انها تحرك جسمك اجينست الباورفول بتاعه الجرافيتي، يعني العضلات المسؤوله انها ترفع الارمز بتاعك، العضلات اللي بتحرك اللور جو الفك السفلي بتاعك، اللي بتحرك رقبتك تخليها مرفوعه لفوق، كل الماسل دي بتتحرك في اتجاه عكس الجاذبيه بترفع لفوق. فهو هنا بيزود الباورفول بتاعه الماسل تون بتاعها والباورفول بتاعه الكونتراكشن والاكستنسور ماسلز كمان، مش بس الانتي جرافيتي مسل والاكستنسورز كمان. طب اللاترال، الاوريجين بتاعه انهيبيتوري، اللاترال ده المسل بتاعته انهيبيتوري، يعني بتقلل لك المسل تون، ده موجود في المدلة، في المدلة ريتيكولار فورميشن. الفانكشن بتاعته ان هو بيقلل لك المسل تون برضو في الاكستنسور مسل، بس ملوش دعوه بالانتي جرافيتي مسل، ده بيتحكم مالي في المسلز اللي هي الاكزيال والبروكسيمال ليمب مسل. الاكزيال ماسل اللي هي الماسلز المسؤوله عن التحكم في الجذع بتاعك، اللي هي المنطقه بتاعه بطنك من قدام والجناب بتاعه بطنك وظهرك، المنطقه ديت هي المنطقه اللي بتخلي دايما الجزء اللي فوق او النص الفوقاني من الجسم بتخليه في وضع ستريت، وضع واقف. طب ليه بتعمل لها انهيبيتري؟ لان الماسل ديت بتشتغل كتير قوي على فترات طويله قوي، بتحتاج احيانا ان احنا نعمل لها ريلاكس شويه عشان ما يحصلش فيها كرامب، ما يجيلكش فيها شد عضلي. غير كده البروكسيمال ليمب ماسلز، الماسلز اللي موجوده في الليمبس بتاعتك، زي الماسل اللي بتبقى موجوده عندك في منطقه الارم من فوق خالص، الجزء اللي فوق من الارم، ومنطقه الثاي، المفروض ان الماسل دي كمان
طول الوقت بتشتغل بشكل كبير، فبتحتاج أحيانا لبعض inhibition أو بعض relaxation عشان ترتاح شوية. طيب المهم عندنا في السلايد دي إيه؟ إن أنت تعرف مين facilitatory ومين inhibitory كويس، يعني تعرف إن ال medial reticular spinal وال pontine reticular formation دول excitatory، ال lateral inhibitory وده موجود في المدلة، تعرف مين ال medullary inhibitory وال pontine excitatory، تعرف بيتحكموا في أنهي مصل كويس لأن هما الاتنين بيتحكموا في ال extensor muscle، بس مين فيهم بيزودها ومين بيقل. تاني حاجة احنا قلناها ال controlling of gaze، ال two eyes لما ييجوا يتحركوا، يعني انت كل عينيك هنا الاتنين باصين ناحية الشمال، طيب عشان اخلي عينيك الاتنين يتحركوا ناحية الشمال بعوز ان انا اعمل تناسق ما بينهم. المسؤول عن التناسق ده هو ال PPRF. ايه هي ال PPRF؟ ال Paramedian Pontine Reticular Formation. ده بيساعدنا ان احنا ننشئ او ان احنا نفعل ال Conjugated Eye Movement، ان ال Two Eyes يتحركوا مع بعض. ازاي؟ انت عندك لما بتيجي ان انت مثلا الرؤية بالنسبة لك او حركة العين بيتحكم السنتر فيها هو ال Superior Colliculus Nucleus. ال Superior Colliculus Nucleus بتبعت لل PPRF وهي اللي بتبعت بعد كده لل Motor Nuclei on both sides، على الجانبين بتاعت الاي بتاعتك عشان يتحركوا في نفس الاتجاه. لان انا علشان احرك عينيا الاتنين في اتجاه الشمال مثلا هحتاج في عين منهم ان اللاترال ريكتس هي اللي تشتغل وفي العين التانية الميديال ريكتس اللي تشتغل، عشان كده بعوز لتناسق لان مش نفس العضلات بتتحرك مع بعضها، ده ممكن يكون عضلتين مختلفين ولازم اعمل تناسق عشان الاتنين العينين الاتنين يتحركوا مع بعض في نفس الاتجاه وفي نفس الوقت. بعد كده الريجوليشن بتاعت الاوتونوميك فانكشن، مين اللي احنا محتاجين ان انت تعرفه هنا؟ هما السنترز اللي موجودين عندك، لان ده سؤال ام سي كيو ممكن يجي لك سهل جدا، هيجي يقول لك all of the following are presented in the reticular formation to performing an autonomic function، فلازم تكون عارف كلهم كل السنترز دي موجوده عندك في الريتيكولار فورميشن. اول حاجه الكاردياك والفازو موتور سنتر، السنترز ديت بتنظم لك الكونتراكشن ريلاكسيشن بتاعه الهارت، وغير كده الفازو موتور سنتر بتتحكم في البريشر في البلاد بريشر. عندك نوعين من الريسبيراتوري سنتر، ميدالري وكمان عندك في البونس. في البونس هما سبيسيفيك شويه، النيموتاكسيك سنتر والابنيوستيك سنتر، الاثنين دول موجودين في البونس. نيموتاكسيك سنتر دوت سنتر مهم جدا لان ده اللي بيعمل سويتش اوف سويتش اون. يعني ايه سويتش اوف سويتش اون؟ دوت واحنا بنتنفس احنا ريسبيراتوري ريسبيريشن اكسبيريشن، ما دام انت بتعمل سويتش من ده لده بتبدل، فلازم تعمل ستوبنج لواحد عشان اللي بعده يبقى. السنتر ده مينلي هي وظيفته كده انه يعمل سويتش اوف لمثلا الانسبيريشن عشان تعرف تعمل سويتشنج اون للاكسبيريشن عشان تقدر تبدل. كمان ان انت عندك نيورونز اللي بتنظم عمليه المضغ والبلع. نيجي بقى للفانكشن اللي بعد كده وتعتبر فانكشن مهمه جدا اللي هي الموديوليشن اوف بين. الريتيكولار فورميشن بتديني الديستندنج انالجيسك باثوي، انالجيسك يعني بتعمل لي تخدير. ازاي البين عندك بيتنقل بتو اسندنج تراكتس، سباينو سيراميك تراك او نيو سباينو سيراميك والسباينو ريتيكولار تراكت اللي هو البيل سباينو سيراميك. طيب الاثنين دول لما بيتنقلوا انت عندك نوعين من البين، فاست بين وسلو بين. الفاست بين عندك بيتنقل بالالفا فايبرز، الفا نيورون فايبرز، تمام، اللي هو الجزء الازرق ده. الفاست بين ده انا ما بقدرش ان انا اتحكم فيه او ان انا اعمل له انالجيز. طب ليه؟ لان الباثوي بتاعه لو تاخد بالك ما فيهوش الجزء الاصفر ده. ايه الجزء الاصفر ده؟ هو ده الريتيكولار فورميشن. غير كده وكده ان الفاست بين بتبقى المده بتاعته فيري فاست، مدته قصيره وبيتنقل بسرعه جدا لان الفايبرز بتاعته اساسا بتنقل بسرعه، الكوندكشن بتاعها عالي. لكن البين السلو بين و التمبريتشر الاثنين بيتنقلوا عن طريق السي فايبر اللي هو الجزء الاحمر. ولو ناخد بالنا ان الفايبرز بتاعتي هنا الانتر نيورون بتاعتها بتعدي على الريتيكولار فورميشن، على عكس مثلا انت كان عندك الفاست بين الانتر نيورون بتاعه اللي هو ده ازرق فضل مكمل خالص لحد ما وصل للثالاموس، لحد ما وصل للثالاموس في البوستيريو لاترال نيوكليس. لو تاخد بالك ان الفاست بين والسلو بين بتستقبلهم تو ديفرنت نيوكليس في الثالاموس، الثالاموس ده سكرتير الكورت، مفيش حاجه تقدر توصل للكورتكس من غير ما تعدي عليه الاول. بعد كده المفروض لو جينا هنا للباسوي بتاع الفاست بين هنلاقي انه مكمل لحد الكورتكس لحد ما يوصل للبرايمري والسكندري سنسوري اريا الموجوده فيه
الكورد. اما بالنسبه للسكندري هيطلع من الثالاموس يوصل للانشورال كورد اللي هي الكورتكس المسؤوله عن الاراوزل كيبينج ميموري للسلو بين ده، تخمل لك ذاكره عن البين ده. يعني مثلا انت اتلسعت من حاجه في الاطفال مثلا، هو مثلا حاجه كانت سخنه مثلا محطوطه على على نار مثلا، فهو هتتكون عنده ميموري ان لو شاف منظر تاني لحاجه محطوطه على النار هيبقى عارف ان دي هتسبب له بين، وده نوع من انواع البروتكشن. ايفن حتى في الاطفال اللي هو لسه ما عندوش وعي كافي لادراك ان دي نار ودي حاجه سخنه وكده، لا هو مجرد ان اتكونت عنده ميموري ان ده هيسبب له بين. وللاسف لان السلو بين الديوريشن بتاعته طويله شويه، خاصه كمان انه ممكن يحصل في الفيسرا مينلي اكتر، فبنحتاج لحاجه تعمل له انالجيزي. ففي الباثوي بتاعه بنلاقي ان الانتر نيورونز بتعمل ريلي شويه في الريتيكولار فورميشن، فنلاقي ان الفايبرز اللي موجوده جوه الريتيكولار فورميشن فيها تو نيوكليي، الرافي نيوكليي واللوكاس سيريلس نيوكليي. التو نيوكليي دولت بيدوني ديسندنج انالجيتك باثوي يروح يعمل سينابسنج مع الانتر نيورونز دي، فيعمل بلوكينج للبين ترانسميشن. انت مش هتحس البين الا ان وصل للكورتكس بتاعك. طيب انا محتاج ان انا اوقف خط سير البين عند المرحله دي، لان المرحله اللي بعدها خلاص هيوصل للثالاموس ومنه الى الكورتكس. طب عشان اوقفه باجي عند الانتر نيورونز اللي هي خلاص بقى هتروح للثيرد اوردر نيورون وخلاص وصلت للبرين، باجي هنا وبقوم منزل فايبرز من الرافي نيوكليس واللوكاس سيريلس تعمل سينابس مع الفايبرز دي، فتوقف النقل بتاع الامبلس اللي جايبه السلو بين للبرين، وبالتالي هحس بانالجيسك لاني مش هشعر بالبين اصلا. ودي حاجه كويسه جدا لان السلو بين ديوريشن بتاعته طويله قوي وهيبقى مسبب انكزايتي كبيره جدا للشخص اللي عنده البين ده، فدي حاجه من البروتكشن لينا، لان الاوفر بين ده ممكن يعمل لنا حاجات كتير غلط. يعني ممكن ياثر علينا مثلا ان هو يعمل لنا سيفير هايبوتنشن لدرجه ان احنا ممكن يغمى علينا. البين العالي قوي بياثر نيجاتيفلي على الكورتكس وعلى البرين. وكده هنبتدي في الجزء الثاني من المحاضرة وهو الراس الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. من اهم الحاجات اللي هتتسألوا عليها في المحاضرة دي هي الكونشسنس، الجزء بتاع الفانكشن دي بالذات الوعي، لان الريتيكولار فورميشن مينلي هي المسؤوله بقى مش انها تعمل لك سويتش اون سويتش اوف لمجرد الريسبيريشن، لا دي بتعمل لجسمك كله سويتش اون سويتش اوف. هي المسؤوله ان انت تنام امتى وتصحى امتى، تنام ازاي وتصحى ازاي، امتى تفوقك وامتى تنيمك، وده عن طريق الريتيكولار اكتيفيشن سيستم. هنيجي تاني نعد الفانكشنز اللي كانوا معانا. اول حاجه الميديليشن بتاعه المسل تون ريفلكسز والبوشر، ودي ميديا lateral ticular spinal tract. تاني حاجه الكنترولينج اوف جاز، البي بي ار اف نيوكلي معانا، ديت مسؤوله انها تحرك التو ايز في نفس الاتجاه وتخليك تقدر تحرك تو ماسلز المختلفين لعينيك عشان تحرك عينيك في نفس الاتجاه بتزامن مظبوط، يتحركوا في نفس الوقت وفي اتجاه ثابت. تالت حاجه انها بتنظم لك بعض الاوتونوميك فانكشن، ده عن طريق السنترز المختلفه اللي موجوده فيها زي الريسبيراتوري سنترز الكاردياك والنيورونز اللي بتتحكم في الشوينج والسوولوينج. رابع حاجه وهي البين موديليشن، ودي حاجه مهمه جدا انها تحافظ على الهيلث بتاعه البرين بتاعنا، تحافظ على الهيلث بتاعه جسمنا انها تقلل شويه نقل البين عشان ما يسبب لناش انكزايتي وممكن سيفير هايبوتنشن يخلينا يحصل لنا اغماء. وبكده دلوقتي هنبتدي في الجزء الثاني من المحاضره. كده المفروض ان احنا هندخل في الجزء الثاني من المحاضره اللي هو الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او الجزء بتاع الكونشسس والاراوزال انسلي. بس قبل ما ندخل فيه عايزين نقول اهم الاسئله اللي كان ممكن تجيلنا في الجزء الاول من المحاضره. انت ممكن تتسال في اسئله الاساي انيوميريت الفانكشن بتاعه الريتيكولار فورميشن، يسالك مين انهبيتوري مين اكسيتاتوري في التراكتس اللي احنا قلناها الميديال واللاترال تراكتس، يسالك ديسكاس الموديوليشن بتاعه البين بتاعه الريتيكولار فورميشن. كل دي اسئله ممكن تجي لك، غير طبعا اسئله الام سي كيو اللي ممكن يسالك فيها عن حاجات بسيطه، بس الاسئله الاكتر هتجي لك في الجزئيه اللي جايه. انت عندك كذا مكان في البرين مسؤول عن السليب والاراوز، فلو جينا نتكلم عن اول مكان بالنسبه لي هو البرين ستيم مينلي الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم او الراس. بيبتدي الراس عند الابر بارت من البونس والميد برين اللي هو الجزء اللي فوق قوي من البرين ستيم الريتيكولار فورميشن، وبعد كده يحصل ليه اراوزل يعني يطلع لفوق للانترالامينال ثالاميك نيوكليس ومنها الى السيريبرال كورتكس. زي ما قلنا الثالاموس هو سكرتير الكورتكس، الوظيفه بتاعته ان هو بيزود الاراوزل بتاعك يخليك مصحصح بروموتنج الاراوزل. طيب امتى بقى تحصل مشكله عندي كبيره جدا؟ لو الراس ده حصل فيه انجري، بمعنى ان لو حد حصلت له تروما جامده جدا في المنطقه دي
او اتعرض لانفاركت مثلا، يعني حصلت له جلطه مثلا، ستروك، سكته دماغيه، اي مشكله في المكان ده يحصل فيها irreversible كوما. يعني زي ما تسمعوا كده، حد هيدخل في كوما ومش هيقوم منها ابدا. الاصابه في المكان ده تعتبر بتحط الشخص على هيئه موت اكلينيكي، هو في كوما، اجهزته شغاله بس عمره ما هيفوق. في حاجات كتيره بقى بتاثر على الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم. اول حاجه الامبولسز اللي جايه لي من السنسوري باثوي اند موتور كورتكس. بمعنى لو انت شغال مثلا او عينيك عاطيه اوردر، عاطيه باثوي سنسوري، ان احنا في نور الصبح، سمع دوشه كتير من ودانك، حاسس ان في اكتيفيتي حواليك، فطبيعي ان ده هيزود البروموشن بتاعك. ده وقت الصحصحه، وقت انك تبقى صاحي وفايق وكويس. انت عمال بتتحرك كتير، طبيعي مش هتحس ان انت خلاص عايز تنام، لازم تحس ان انت يقظ ونشيط وعندك اكتيفيتي عاليه. فكل ما زادت الامبلس اللي رايحه من السنسوري بس ويز ديت، وان زادت الاكتيفيتي بتاعه الحركه بتاعتك، كل ده ما هيزود الاكتيفيشن بتاعه الرستس. على العكس تماما لو جالنا امبلسز من المدله والبونتاين سليب سنترز. البونس والمدله فيهم سنترز بتبروموتنج السليب، بتزود الاحساس بالسليب او بتنشطه. فلو راح منها امبلسز لفوق للراس، بالتالي هتعمل لك انهبيشن وتخليك عايز تنام، تقلل الاكتيفيتي بتاعه الراس. تاني حاجه سيمباسو ميميتك دراجز. ايه الدراجز دي؟ الدراجز دي مينلي بتزود لك الاكتيفيتي بتاعه السيمباثيك سيستم. من الاخر كده الدراجز ديت بتشتغل اكنها زي الادرينالين والنور ادرينالين. طبعا معروف ان الادرينالين ده حاجه بتزود لك الاكتيفيتي بتاع تقريبا كل حاجه في جسمك، بريشر يزيد، الهارت كونتراكشن تزيد، البلس يزيد، كل حاجه عندك بتزيد، الاكتيفيتي والمسل باور وسرعه الكوندكشن بتاعت النيرفز، كل حاجه بتزيد. عشان كده الدراجز ديت بتزود الاكتيفيتي بتاعت الراس جدا، لان انا محتاجه صحصحه بطريقه كبيره. حاجات كمان طبيعي ان هي هتعمل ان اكتيفيشن الراس، الانستيك دراجز. اي دراجز بتاخده يعمل لك نوع من انواع الانالجيزيا، يعني زي مثلا الدراجز بتاعت المهدئات مثلا. اي حد بياخد مهدئات او حتى الادويه اللي هي بتباسط العضلات، باسط العضلات دايما يعني الناس تحب تاخده، مثلا يقول لك خده قبل ما تنام، لانه بيساعد على النوم، بيحاول يخلي جسمك ريلاكس ويفك عضلاتك خالص فيساعدك على النوم. فاي دراجز عموما بيسبب لك اي نوع من انواع الانالجيزيا او مهدئات، اعرف ان هو بيقلل الاكتيفيتي بتاعه الراس اكتيفيتنج سيستم. ويمكن دول اهم حاجتين ممكن تتسالوا فيهم. طبعا حاجات كتير طبعا ممكن تزود الراس، ان الشخص يبقى عنده ستريس، الكافيين طبعا والثايرويد هرمون. طيب لو جينا لكل واحد فيهم، ستريس، انت بطبعك لو متنرفز وقلوق اوريدي اصلا هيبقى عندك نسبه من الادرينالين والنور ادرينالين في جسمك اساسا، فبالتالي هيزودوا الاكتيفيشن بتاعه الراس سيستم. ده تلقائي لان انت متنرفز متعصب واعصابك مشدوده، فبالتالي محتاج تبقى فايق، مش وقت ان انت تنام خالص. تاني حاجه الكافيين، والكافيين هنفهم بالظبط ايه اللي بيخليه ياثر لي على الراس اكتيفيتنج سيستم وليه بينشط دماغك. ثايرويد هرمون، زي ما احنا عارفين ان الثايرويد هرمون مسؤول مينلي عن الحرق بتاع جسمنا، او ان جسمنا يبقى فيه اكتيفيشن وانرجي وتوليد طاقه واي تي بي، بيحرق الاكل وكل ما الى ذلك. فمينلي الثايرويد هرمون الاكتيفيشن بتاعته، الهرمونز بتاعته، بيحتاج ان جسمك يبقى محطوط على وضع اراوزل، وضع اكتيفيتي، مش وضع سليب. عشان كده الثايرويد هرمون عشان يشتغل محتاج ان انت تبقى مصحصح عشان يؤدي كل الوظائف بتاعته من حرق والى ذلك وانتاج طاقه. طبعا احنا قلنا ان الانجري للراس او حتى ايفن للثالاموس، الانجري للراس ما فيهاش كلام، irreversible كوما على طول، هتدخل الشخص اللي قدامك في كوما الله اعلم ممكن يفوق منها ولا، بس ميلي مش هيفوق منها، دي irreversible، مش هتقدر ترجعه تاني، اللي هو بنقوله عليه ميت اكلينيكي. او الاصابه للثالاموس، اي حاجه هتقطع الباس واي ان هو يوصل للكورتكس، مفيش منها امل ان الشخص ده ممكن يفوق من الكوما اللي ممكن يدخل. نيجي بقى كده، عايزاكم تبقوا حافظين كويس قوي شكل السلايد دي في دماغكم جدا، لان السلايد دي تعتبر اكتر اسئله ام سي كيو موجوده في السلايد دي، هتتسال عليها كميه اسئله رهيبه. دلوقتي احنا هنقارن ما بين مكانين تقريبا، البرين ستيم والهايبوثالامس. في البرين ستيم انت عندك كذا نيورونز او كذا نيوكلياي، كذا اريا، كل اريا منهم بتديك نيورو ترانسميتر معين، يا بيزود يا بينقص الاكتيفيتي بتاعه البرين عندك. قاعده عامه، اي حاجه بيفرزها البرين ستيم هي اكتيفيشن. اما بالنسبه للهايبوثالاموس، لا مش كلها اكتيفيشن، في منها اكتيفيشن وفي منها انهبيشن. طيب نيجي للبرين ستيم الاول. اول نيوكلياي عندي الرافي نيوكلياي، ودي بتديك السيروتونين، سيروتونين او هرمون السعاده. ما اعتقدش وانت مبسوط هتبقى عايز تنام،
اكيد بتبقى مصحصح ومفوق ومبسوط ويعني دماغك رايقه، فاكيد هتبقى مصحصح. كمان عندك نيورونز في البونتاين ريتيكولار فورميشن في البونس بالتحديد، دي بتديك الاستايل كولين. طبعا احنا عارفين الاستايل كولين ده نيورو ترانسميتر يعتبر الاشهر ما بين نيورو ترانسميتر كلها، والمسؤول عن الاكتيفيشن وان هو يوصل ما بين النيرفز وكده، وعن مينلي طبعا الوصله ما بين المسل والنيرفز عشان المسل كونتراكشن بتاعت المسل، فاكيد ده حاجه اكتيفيشن. اللوكس سيريس نيوكليس طبعا نور ادرينالين غني عن التعريف، بيقدر يعمل كل السمباثيك اكتيفيتي يزودها، فبالتالي هيخليك اكيد مصحصح ويزود الاراوزل بتاعك. قاعده عامه البرين ستيم اكتيفيشن على طول الخط معانا. بعد كده هنيجي للهايبوثالامس. هايبوثالامس او النيوكليس عندي هو هنا بقى مش نيوكليس اكتر ما هي بوزيشنز في الهايبوثالامس ديفرنت اريا. اللاترال هايبوثالامس بيديك النيورو ببتايد اوركسين، وده بيزود الاراوزل بتاعك، بيزود الاكتيفيتي والنشاط بتاعك. والبوستيريور هايبوثالامس وده بيديك الهستامين. طبعا الهستامين ده يعني يعتبر نيورو ترانسميتر او كيميكال، ليه فوائد كتير جدا، بس لا زي ما ليه فوائد هو ليه اضرار، هنجيله لوحده بالتفصيل دلوقتي، بس احنا عايزين نعرف مين بيزود الاراوزر ومين بيشجع السليب. نيجي بقى احنا طبعا كده النيورو بتاعت اوركسين والهستامين الاثنين بيزودوا الاكتيفيتي بتاعتك ويحفزوا الويكفولنس، على عكس الانتيريور هايبوثالامس او البري اوبتيك نيوكليس ده بيديك الجابا والجلانين 2G او تقدر تسميهم جيجي. جيجي ده بقى بيساعدك انك تنام، 2G's بيخلوك تنام، الجابا والجلانين. الاوركسين دوت نيورو ترانسميتر او كيميكال بيساعدك على ان انت تزود الويكفولنس بتاعك والاراوزل. الديفيشنسي بتاعته بتعملك حاجه اسمها ناركوليبسي. يعني ايه؟ يعني ان انت يبقى عندك تنسي تو سليب. زي مثلا انت قاعد بتتناقش مع ناس والجو دوشه، مش وقت يعني مشيش وضع مريح للنوم خالص ولا حاجه تشجع على النوم، يبقى عندك قابليه فظيعه ان انت عايز تنام تلقائي. يعني انت مالكش الرغبه انك تنام بس دماغك عايزه تعمل شاتنج داون، عايزه انام، ممكن تنام فعلا على غير ارادتك، على غير رغبتك انت في النوم. نيجي للهستامين. الهستامين هو سلاح ذو حدين، ليه حاجات كتيره مهمه وبيحمي جسمنا من حاجات ياما، بس في نفس الوقت الهستامين ده هو التريد مارك بتاعت الحساسيه والانفلاميشن. اي حساسيه او انفلاميشن الهستامين ده موجود فيها على طول من غير كلام. عشان كده الانتي هيستامينك دراجز، الادويه اللي بتمنع الهستامين او بتقلله عموما، ادويه بتشجع على النوم. لو شخص عنده دواء، عنده التهاب مثلا معين بياخد له دواء، عنده حساسيه مثلا بياخد دواء الحساسيه، طبيعي ان بيبقى عنده احساس برغبه في النوم نتيجه ان الادويه الانتي هيستامينك دراجز وهي ميلي بتبقى ادويه حساسيه، يعني بتقلل نسبه الهستامين فبتديك رغبه قويه جدا في النوم. في اخر المحاضره خالص هتلاقوا ان احنا جمعنا كل النيورو ترانسميتر دولت بطريقه سهله الحفظ، لان ده هو سؤال الام سي كيو، ده هو اكتر اسئله هتتسالها، مين النيورو ترانسميتر اللي بيعمل فيك ويكفولنس، مين بيعمل سليبنج، والمكان اللي هو جاي منه منين. ده اكتر سؤال هتتسالوه هنا في الام سي كيو. طيب في حاجات تانية انفولفد في السليبنج. اول حاجه الميلاتونين. الميلاتونين دوت ماده بتتفرز من البينيال جلاند اثناء الليل، وده سليبنج بروموتنج فاكتور. ايه فايده الميلاتونين ده وانت نايم؟ ودي ربنا قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الليل انت بتنام فيه وبترتاح لاسباب معينه. الميلاتونين ده ماده مستحيل تتفرز وانت صاحي ابدا، ده ماده بتتفرز وانت نايم، دي اللي بتخليك تدخل في النوم العميق. الجزء من النوم احنا خدنا النوم فيه جزئين، يعني فيه تو ستيجز، جزء النوم العميق اللي انت بتنام فيه مش حاسس بحاجه خالص، المسؤول عنه هو الميلاتونين. يعني هو بيتفرز وانت نايم بالليل عشان يزود احساسك بالنوم. طب ليه؟ النوم احنا بنحتاجه لحاجات كتير قوي. اولا وظائف الاعضاء او شغل الاعضاء عموما عمره ما بيقف كاملا، بس لازم بتقل الكفاءه بتاعته او يقل شويه عشان ما يحصلش اجهاد للعضلات دي. وعلشان تبقى نايم نوم مسترخي كويس جدا واعضائك ترتاح بشكل كافي ودماغك ترتاح بشكل كافي، لازم تدخل في النوم العميق، لان ده فولي ريلاكسد، انت مرتاح بشكل كبير جدا، فاعضائك كمان بترتاح بشكل كويس، على عكس نوم اللي هو نقدر نقول عليه النوم المشدود اللي هو بس انا عايز اخطف نوم نص ساعه بس عشان اصحصح. هنا انت مش بترتاح، انت بس كده ايه زي اللي يدوبك بتريح جسمك دقيقتين عضلاتك بس
عشان كده لازم ناخد قسط كافي من النوم بالليل، لأن الميلاتونين ده مهم جدا لراحة جسمنا عامة، أعضائنا ودماغنا وجسمنا عامة لازم يدخل في مرحلة الفولي ريلاكسد سليب عشان نقدر نبقى كويسين في اليوم اللي بعد. تاني حاجة الـ ADP accumulation في البرين. أنت شخص عندنا امتحان تاني يوم أو whatever عندك إيه، هتطبق طبيعي. أي شخص بيطبق معروف صديقه المحب النسكافيه أو القهوة أو الشاي، أي حاجة فيها كافيين. لما أنت بتفضل شغال لفترة طويلة جدا مين اللي دماغك، هتستهلك كمية كبيرة قوي من الـ ATP. لما بتستهلك الـ ATP كمية كبيرة، طبيعي الـ ATP يتحول لـ ADP. فلو قعدت صاحي لفترة طويلة جدا، أنت بتستغل كل حاجة بتديك ATP، عمال تستهلك فيه، عمال تحول الـ ATP لـ ADP وتاخد طاقة وهكذا. فبالتالي هتلاقي الحاجات في البرين اللي بتديك الـ ATP خلاص المخزون بتاعها خلص وما عادتش قادرة تديك كمية كافية، والـ ADP عمال يالا. لما الـ ADP الكمية بتاعته بتعلى نتيجة ان انت صاحي بقالك فترة طويلة جدا وما نمتش، ما ريحتش دماغك بالمعنى الأصح، عشان يقدر دماغك يرجع يخزن ATP ويصنعه عشان تستفيد منه اليوم اللي بعده، فيبتدي الـ ADP ده يحصل له accumulation بكمية كبيرة جدا، والإكسترا سيلر أدينوزين يزيد مع مرور الوقت فيحفز النوم، يخليك عايز تنام بشكل كبير. تقوم انت عامل ايه؟ عطيها كافيين، نسكافيه، قهوة، شاي، اي حاجة فيها الكافيين. يجي الكافيين بقى ده يقفل الريسبتورز بتاعت الادينوزين. عشان كده الاشخاص اللي بياخدوا كمية كبيرة من الكافيين، وطبعا الاشخاص المدخنين بوجه عام بيبقى التخدير بتاعهم صعب وبيعوزوا كميات اكتر. ليه؟ لان انت شبه عامل بلوكينج على طول للريسبتورز اللي بتستقبل الحاجات اللي بتخليك نايم، او بمعنى اصح اللي بتهديك وتعمل لك انالجيزيا، استرخاء او نوم او تخدير حتى. فالشخص اللي بياخد كميات كبيره من الكافيين، تلاقي الدكتور مثلا دكتور التخدير يسال شخص انت بتاخد كميه كافيين كتيره، هل انت شخص مدخن؟ ليه؟ لان بناء على ذلك هتوقف كميه المخدر اللي هيستخدمه ونوعه، هيحتاج نوع اقوى لو مدخن عشان يتغلب على تاثير النيكوتين في الشخص المدخن او الكافيين. لو شخص بيشرب كافيين بكميات كبيره جدا، بيحتاج كميه اكبر انه الاول يتغلب على تاثيره، انه عامل بلوكجنج للريسبتورز بتاعه الادينوزين او بتاعه اي حاجه بتعمل بروموتنج للسليب عموما، وبعدين حاجه بتعمل انالجيزيا. فان انت تقعد سهران فتره طويله، اعرف هيتراكم عندك ADP. ADP بتتغلب عليه بكافيين عشان يقفل الادينوزين ريسبتورز بتوعك. تالت حاجة الانترلوكين 1. ايه بقى الانترلوكين 1 ده؟ ده واحد من السيتوكاينز، ده ليه دور في الاميون سيستم، ووجد انه بيساعد السليبين. نفهم شوية يعني ايه انترلوكين سيتوكاينز. لو انت جسمك فيه انتجن غريب عنه او اي حاجة، بكتيريا، فيروس، whatever، جسمك اوريدي لما بيعرف الحاجة دي هيهاجمها، الاميون سيستم بتاعك هيهاجمها. فطول ما انت جسمك في حالة اكتيفيشن، صاحي وعمال تبذل مجهود وتروح وتيجي وتحرك عضلاتك، فبالتالي الاميون سيستم مش هيشتغل بكفاءة عالية. ومن ضمن الاميون سيستم دي السيتوكاينز، دي مواد كيميكلز من ضمن الاميون سيستم ليها دور في البروتكشن وفي الانفلاميشن. الانفلاميشن حاجة كويسة على فكرة، لانها بتدل ان جسمك بيقاوم الحاجة اللي دخلت له. فالسيتوكاينز من ضمنها مادة اسمها الانترلوكين 1. الانترلوكين ده بيساعد في السليبنج. عشان كده احنا لما بنبقى عيانين او تعبانين بنبقى عايزين احساس عندنا احساس بالنوم، علشان جسمنا يبقى في حاله ريلاكس والاميون سيستم يعرف يشتغل بطاقه اكبر. زي ما قلنا بالظبط، السيربروسباينال فلويد اللي هو الفلويد اللي بيلف جوه البرين بتاعك والسباينال كورد، بنلاقي ان الليفل بتاعه من الانترلوكين زاد في حالات الانفكشن. يعني لو انت جسمك فيه بكتيريا او فيروس وحاله الاميون سيستم اكتيفيتد، هتلاقي ان نسبة الانترلوكين في جسمك عالت. انت جسمك محتاج يهاجم، في نفس الوقت محتاج انه يبقى في حالة ريلاكس ومرتاح وسليبي عشان الاميون سيستم يشتغل بكفاءة عالية. فتلاقي ان نسبة الانترلوكين في السائل اللي بيمر حوالين جسمك، اللي مينلي يعتبر المخ بياخد منه سبستنس وبيديله سبستنس وفي تبادل كبير بينهم وليه افكت جامد على الاكتيفيتي بتاعت البرين، في نسبة عالية من انترلوكين 1، وبالتالي طبيعي ان هنشجع البروموتنج للسليبنج علشان يقدر الاميون سيستم يشتغل بكفاءة عالية. زي ما قلنا كده، احنا بننام اكتر لما بنكون تعبانين او عندنا اي انفكشن او عياء. جينا بقى الاهم سلايد، النيورو ترانسميتر، او نقدر تقول عليها سلايد الام سي كيو. اكتر اسئله الام سي كيو هتجيلك في هنا، ايه الحاجات اللي النيورو ترانسميتر او الكيميكال سبستنس اللي بتمرموت السليبنج، وايه الحاجات اللي بتبرموت الاراوزل او الويكفولنس.
هنلاقي ان كلمة الاراوزل او الحاجات اللي بتشجع انك تبقى مصحصح وفايق متجمعة في كلمة انسو، بما انك صاحي فالنوم هتنساه، يبقى النوم انسو. انسو مين اللي هي الكلمة اللي بتتجمع فيها حروف اول حروف من كل نيورو ترانسميتر دي؟ الف اسيتايل كولين، نون نور ادرينالين، سين سيروتونين، واو اوركسين، هي هيستامين. يبقى انت عندك خمسة، اعرف انت عندك خمسة وخمسة على صوابع ايديك، خمسة يشجعوا النوم وخمسة يشجعوا الاستيقاظ. اللي بيشجعوا الاستيقاظ اتجمعوا في كلمة النوم انسو، واللي بيشجعوا النوم اتجمعوا في كلمة ماجي، ميلاتونين، اي دي بي، جابا، جالانين، انترلوكين 1. طبعا لو حفظتوا الاثنين دول انتوا كده ضمنتوا اسئله الام سي كيو اللي ممكن تيجي في المحاضره دي. الجزء الاول من المحاضره مين اللي الاسئله بتاعته بتيجي اساي كويشنز، اما الجزء الثاني فمعظم الاسئله هتيجي ام سي كيو وهيسالك في النيورو ترانسميترز دول. وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا، اتمنى تكونوا استفدتوا.